في هذه الأيام إخواني وأخواتي، أعتقد أننا جميعا نتابع بقلق وبوجل وبتخوف أيضا علينا وعلى أبنائنا وذرياتنا الأخبار من هنا وهناك، والتقارير والوثائقيات والتحليلات، أشياء كثيرة جدا الآن تدور حول العالم تنذر بحرب ثالثة والعياذ بالله. شيء عجيب، وكأنهم بثق فجأة في حس العوام، في حس الناس العام، لكن لدى الخبراء والمختصين من رجال السياسة والاقتصاد وحتى من المفكرين العظام، لا، هذا كان واضحا على الأقل في الربع الأخير من القرن العشرين، وكتبت كتابات كثيرة فرنسية وإنجليزية وغير ذلك تنذر بأن القرن الحادي والعشرين سيكون الأكثر وحشية. هكذا كتب مفكرون كبار أيها الأخوة وخبراء مختصون بعمق في هذه المسائل، سيكون الأكثر وحشية، في حين ظن السذج ربما من أمثالنا أن القضاء على الكتلة الشيوعية، كتلة الشر، المحور الأحمر هذا، الشر الأكبر، هكذا كان يصور، سيجعل العالم أكثر استقراراً وأكثر سلاماً. لم يحدث هذا لسنة واحدة في السنة التي قضت فيها الكتلة الشيوعية بالضربة أيها الإخوة القاضية أو بالسكتة القلبية، لأنها ماتت تقريباً بسكتة قلبية. طب كل شيء، انتهى كل شيء، هكذا على حين غرة غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق نفس السنة 1991، غزتها، دمرتها، دمرت المشافي والمدارس والشوارع، البنى التحتية عموما أيها الإخوة، ثم أعقبت هذا الحصار، هذا الغزو الظالم بحصار امتد أيها الإخوة لسنوات طويلة، بقية فترة بوش الأب، وأيضا دورات كلينتون، الرئيس بيل كلينتون، مات من جرائها أكثر من نصف مليون طفل عراقي، ما في حليب، ما في غذاء، ما في دواء. وطبعا في التلفزيون نحن رأينا هذا حين قيل لوزيرة الخارجية الأمريكية في وقتها أو إبانها مادلين أولبرايت، يعني هذا ثمن باهظ جدا جدا، هل يستحق الأمر؟ قالت يستحق، يستحق، نصف مليون لا شيء، نصف مليون صرصار عربي، نصف مليون صرصار غبار بشري أيها الإخوة، ممن عودت المشاهد الهوليودية الحس والمخيال العالم والأمريكي خصوصا على أنهم ليسوا أكثر من غبار بشري. يأتيك ريمبو، يأتيك العرب يسموه رامبو، يأتيك الريمبو هذا البطل العظيم سيلفستر ستالون، هذا يقتل مئات من أجل أن ينقذ مثلا رهينة، طب هذه المئات ما ذنبها؟ غبار بشري. سقوط الصقر الأسود ولا مش عارف في الصومال نفس الشيء، الناس يخضع عليه كأنها غبار بشري، حتى سينما متوحشة، الذي يكتب هذا السيناريو والذي يمثل هذا الشيء هناك مزاج أو مخيال متوحش أيها الإخوة، يدرب الخيال على أن يكون مريضاً ولا إنسانياً، لا يعتبر الإنسان، لا يحترم قيمة الإنسان من حيث هو، كأنه ليس الإنسان الأبيض الغربي، وبالذات ليس الإنسان الأمريكي. العجيب أيها الإخوة أننا الآن كما قلت لكم على أعتاب ربما كارثة، يقول المختصون، لا أتحدث عن محللي أخبار ولا عن صحفيين درجة ثالثة، لا، المختصون أيها الإخوة بالذات من رجال الاقتصاد ثم بعض الساسة، ربما لم تشهدها البشرية في طول تاريخها. عجيب، نحن أمام كارثة لم تشهدها البشرية طوال تاريخها، ما الحكاية؟ كيف؟ لماذا؟ ما الذي يجري؟ ما الذي يجري وما الذي سيجري؟ طبعاً أيها الإخوة أتكلم هذا الكلام وأشعر كما يشعر غيري من المتابعين بأن معظم البشر على ظهر الكوكب منومون، هم لا يفهمون هذا، لا يشعرون به أبداً، لأن الأخبار نفسها، هذه الأخبار التي تشكل قاعدة وعيهم وسقف الوعي حتى لديهم للأسف، سقف الوعي في القضايا السياسية والاقتصادية وفي كل شيء، هذه الأخبار أبداً لا تسمح لهم بأن يلامسوا هذه المسائل الشديدة الحساسية، لا تسمح لهم. ولذلك أيها الإخوة قبل أكثر من 3-4 قرن تقريبا كتب الاقتصاد الكبير، صح أن نسميه فيلسوف حتى الاقتصاد، جون ماينارد كينز، صاحب الكينزية الطريقة المشهورة، الاقتصاد المنهج الشهير جدا، كتب ولذلك يمكن للحكومة، أقصد الحكومة الأمريكية، أن تقوم بسرقة ثروات الشعب بسرية بالغة دون أن يشعروا، وبحيث لا يمكن إلا ربما لواحد في المليون أن يفهم ما يجري.
تسرق مستقبلك، عرقك، جهودك، مستقبل أبنائك وبناتك دون أن تشعر أنت. بدك تكون واحد في المليون عشان تفهم. واحد في المليون، يعني في أمريكا كل حوالي 400 فقط فاهمين. كارثة رهيبة. هذا إنجازه أن يستمر في عهد جون ماينارد كينز لا يسوق. فضيحة فضيحة أن يستمر في عهد النت، السوشيال ميديا واليوتيوب وتويتر وفيسبوك. لماذا؟ هذه وسائل خطيرة جدا جدا، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى، تسمح بأن تتعمم الحقيقة بسرعة البرق. من يفهم عليه أن يتكلم، وكل من يصله الفهم عليه أن يعمم، وبالتالي يمكن لا ندري لكن ينبغي أن يبادر هؤلاء الناس في الشرق والغرب، وهذه معركة البشرية، معركة العالم كله، أن يبادروا إلى إقامة سدود يبادرون بها الطوفان. طوفان سيجتث الأخضر واليابس. يعني يمكن لجميعنا، وليس لبعض، يمكن لجميعنا أن نستيقظ غدا ونحن فقراء مملقون، ليس عندنا ما نأكل وما نشرب. هتقول لي مخزن أنا 3 مليون، ولا شيء، تضيع كلها في لحظة، كل شيء انتهي. هتقول لي عندي عقار، عندي كذا، من يشتري، من يتأجر، انتهى. إلى أن يتعدل الميزان، الله أعلم يتعدل في 20 في 30 في 50 سنة، يمكن أن تستفيد من عقارك هذا. انتبهوا، شيء خطير جدا. أنا مخزن بالين، بالدينار الكويتي، بالدينار، مش ما ينفعش، كل العملات ستنهار لأنها مربوطة بالدولار. فما القضية؟ أريد أن أبسط أيها الإخوة، أبدأ منذ البدايات بتبسيط شديد جدا جدا. قبل ألوف السنين كان البشر يتقايضون السلع والأشياء مقايضة. أنا أعطيك مثلا كيلا، يعني كيلو جرام، كيلا من الجبن، وأنت تعطيني إيه، ربع كيلو إيه من العسل مثلا. هذه القضية غير عملية، ولذلك لم تستمر كثيرا، غير عملية. أحيانا ليس لدي إلا الجبن، وأنت لا ترغب في الجبن، وأنا أرغب في العسل، ماذا أفعل؟ وغير عملية أيضا من ناحية ميكانيكية ومن ناحية لوجستية. عندك 1000 إيه خروف و10,000 رأس مش عارف إيه بخر، كيف تنقلها، كيف تعمل عملية، يعني حتى لوجستية صعبة. أحد الأذكياء، أحد العباقرة، والإنسان عبقري من حيثه، قال لا، لماذا لا نقايض كل شيء بالذهب؟ الذهب موجود وهو نادر، نادر جدا، لا يمكن تزويره، لا يمكن تزييفه. وبحمد الله تبارك وتعالى كل خرافات وأوهام السيميائيين، تعرفون السيمياء قبل ما يكون هناك كيمياء، كيمستري، يعني كان في السيمياء، هذه حلم كان يدغدغ خيال البشر، الفقراء والأغنياء، أن يصنعوا الذهب، المركبات، من عناصر أخرى. كل هذا فشل، كل هذا فشل. ملوك طبعاً وأباطرة أرادوا هذا ودفعوا تكاليف باهظة جداً، كل هذا يفشل، فضل الله أنه يفشل. الذهب فقط يتولد أيها الإخوة من انفجار السوبر نوفا، المستعرات العظمى، هذا لا يتولد هكذا، وهذا من حكمة الله. هذا العبقري الأول قال يمكن أن نقايض كل شيء بالذهب، والذهب عملي، لا يزيف، لا يزور، سهل حمله بكثير. أنت يمكن أن تشتري 1000 رأس خروف، يعني بكمية ذهب تحملها في جيبك، عملية ممتازة. وتستطيع بالذهب الذي أخذته أن تشتري ما تريد أيضا من الآخر ومن الثالث والرابع والخامس، ممتاز. هذه بداية الإيه؟ بداية المال النقدي أيها الإخوة، بداية إيه المال النقدي. جميل. بعد ذلك الذين صار لديهم ذهب باتوا يخافون على هذا الذهب، إذا حملوا أن يسرق، إذا كان زو أن ينبش، أليس كذلك؟ جاء بعضهم بفكرة إيه؟ أول بنك بدائي، أعطونا هذا الذهب نخزنه لكم، لدينا حراسات قوية بسيوف وخناجر، يمكن أن تحفظ لكم هذا مقابل إيه؟ مقابل عمولة بسيطة على التخزين. طب كيف أضمن؟ أعطيك سنداً، أعطيك سكن، أوقع لي أنا البنك بأن إيه؟ بأنك أودعت عندي كذا وكذا. هذا السك مهم جداً جداً، هذا السك سيستحيل بعد إيه؟ قليل أيها الإخوة إلى العملة إيه؟ الورقية، البنك نوت، يعني لأنه هذا السك ماذا هو؟ هو سند بالإيداع، سند بأنك أودعت لدي كذا وكذا من الذهب. تستطيع بهذا السند أن تسترجع الذهب. نفس الشيء، توسعت الفكرة، صار لدينا ماذا؟ العملة الورقية التي تساوي ماذا؟ تساوي ذهباً في الحقيقة. هذه هي، بدل أن تحمل الذهب أنت، تحمل هذه العملة الورقية المغطاة كما يقال، يعني كفرت باي، يعني مغطاة، مغطاة بالذهب طبعاً. 100 من هذه العملة مثلاً تساوي، نفترض إيه مثلاً إيه؟ أونس أو أونصة، يعني 28.6 جرام من الذهب، 100 مثلاً من هذه العملة.
200 من هذه العملة تساوي إيش؟ أونصة واحدة 28.6 من 10 إجرام مثلا، هذه هي الأونصة. جميل جدا، باقي الأمر على هذا، هذا شيء طيب وعملي جدا، ولم يحدث مشكلات حقيقية، لم يحدث مشكلات حقيقية. أيضا لكي نفهم البداية جيدا، في الولايات المتحدة الأمريكية التي طبعا هي الأساس والرأس أيها الإخوة الذي أنتج كل هذه المشكلات التي تعانيها البشرية الآن والتي ستعانيها غدا، وقد يكون هذا الغد قريبا جدا، إن لم يكن غدا غدا فبعد غد، أو كأن قادي كما قال الشاعر. المصيبة يعني حالة حالة، كل الخبراء يجمعون على هذا طبعا، والحروب والنزاعات وإثارة الحروب هنا وهناك هي حلول وقتية تؤجل الانهيار الكامل للدولار طبعا، للاقتصاد الأمريكي، وإذا انهار الدولار ينهار الاقتصاد العالمي، لأن كل العملات العالمية بطريقة أو بأخرى مرتبطة بالدولار. كيف تم هذا؟ كيف تم استغفال الحكومات؟ طيب يتم استغفال الشعوب من أمثال مفهوم، احنا مش فاهمين شيء في الاقتصاد، وعلم ليس علما عبقريا. يعني أينشتاين حين أراد أن يتخصص وهو يقدر قدراته قال أدرس اقتصاد، قال سهل جدا، تافه، ترايفر ساينس، قال علم تافه هذا ما ينفعش، أضيع نفسي أينشتاين في الاقتصاد. طب أدرس فلسفة، قال صعب جدا، فلسفة صعب علي، فلسفي، أخذ فيزياء، قال بين الاثنين، ليست في صعوبة الفلسفة وليست إيه في تفاهة الاقتصاد، علم سهل هذا. والآن سأتورم هذا من خلال هذه الخطبة، ستفهمون القصة هذه، سنصبح إيه من واحد على مليون تعون إيه كنز إن شاء الله، حنزيد هؤلاء الملايين بسهولة، عملية ليست إيه معقدة. لكن طبعا كما قال إيه ماير كينز نفسه، قال التعقيد متعمد، purposely complex، قال هو تعقيد مقصود، يعني مهدوف إليه، أريد أن يبدو الأمر معقدا حتى ترتعب أنت ولا تقترب، ولا تحاول أن تفكر، ولا تحاول أن تفهم، وبتفكر إنه هذه طبيعة الأمور ولازم تستمر هيك، ما بتستمرش. الآباء المؤسسون founder fathers كما يقال لهم في الولايات المتحدة الأمريكية في العالم الجديد كانوا سبحان الله ناساً، كانوا ناساً أذكياء، وكانوا مخلصين حقيقة لشعبهم وجمهورياتهم، ومخلصين للمنطق الجمهوريات كما يقال، وليس إلى حكومة مركزية واحدة اتحادية، خاصة توماس جيفرسون أيها الإخوة. هذا الرجل مع أيضاً إيه جيمس ماديسون كانوا ضد اتجاه آخر يريد أن تحتاز الحكومة أكبر قدر من السلطات وأكبر قدر حتى من إيه التحكم المالي في شكل إنشاء بنك مركزي. هذا إيه هاملتون وزير الخزانة الأول هذا، وأيضا من الآباء المؤسسين، هو كان رئيس الجيش الأمريكي، وهو اللي إيه أنشأ الحزب الفيدرالي ضد على الحزب الجمهوري الديمقراطي، حزب جيفرسون وماديسون ضده، كان في صراع بين هذين الجناحين. تجاه جيفرسون هو الصحيح، وهو الذي حدث بالحقيقة واستشرف المستقبل، قال نحن لا نريد أن تتغول الحكومة على حساب إيه؟ استقلال الشعب. لدى الشعب أمران، إما أن يقتصدوا، ما في إيه؟ رفاه عالي، ما في وفر عالي جدا، اقتصاد مع حرية وتظلون أحرارا، وإما رفاه مؤقت وعلى حساب أجيال آتية، على حساب أبنائكم وأحفادكم، رفاه مؤقت مع عبودية، عبودية شبه حقيقية. قال أنا مع الخيار الأول، أنا مع الاقتصاد والحرية، ولست مع الرفاه المؤقت والعبودية. هذا اتجاه إيه؟ هاملتون. واضح؟ كانوا يفهمون هذا. حتى جورج واشنطن كان واعياً جداً بالقضية بكل بساطة، وكان يقول لا يحق لأي جيل، أي جنريشن يعني، لا يحق لأي جيل أن يوقع ديوناً أكثر مما يمكنه أن يسدد في فترة حياتي، أي جيل غض النظر حكومة والشعب، خاصة طبعاً هو يقول إيه الحكومة، ممنوع أن توقع ديوناً لا يستطيع هذا الجيل الذي وقع على هذه الديون إيه أن يسدد. لماذا؟ سيسترق رفاه وازدهار ما إيه؟ مستقبل أولادنا، يأتي أولادنا يدفعون أعباء، جيل غبي، جيل أحمق، جيل جشع، جيل طماع، جيل غير مدبر. هذا كلام جميل جداً، فلسفة واعية. لكن على فكرة أمريكا الآباء المؤسسين ليست أمريكا اليوم بالمرة، بالعكس أكثر من هذا، الدستور الأمريكي وبإصرار شديد من الآباء المؤسسين أيها الإخوة رقم فيه، كتب فيه فقط الذهب والفضة، هكذا بالحرف، فقط الذهب والفضة يمكن أن يكونا نقداً مالاً عملة
فقط لأنه لا يمكن طباعتهما. طبيعين كانوا واضحين. طبعا البشر منذ 5000 سنة، شرحت لكم بداية القصة بسهولة أيها الإخوة، اكتشفوا إيه؟ الذهب فعلا كعملة حقيقية، مخزن للقيمة بلغة الاقتصاد، store of value يقولون، مخزن للقيمة. يعني أنت تتعب الآن، تعزق في الأرض، تربي الماشية، تقطف الثمار، تصيد الصيد، تنشئ، تخترع، تبني، تصمم، من الآخر جهود، هذه وقت وإبداع وعمل وأمل، ولا مش صحيح؟ وأحيانا فراق وهجرة ودموع، تعب البشر. وين يذهب هذا؟ كيف يمكن أن يقيم هذا ويخزن؟ في مخزن القيمة بالذهب. جهدك هذا لألف ساعة يساوي مثلاً 10 ذهبيات، جهد هذا يساوي 3 ذهبيات، شيء جميل وعادل، ولا مش صحيح؟ شيء جميل فير يعني وعادل حقيقة. هذا مخزن القيمة، هذا مخزن إيه؟ القيمة. حتى الأوراق النقدية حين تكون مغطاة بالذهب مخزن القيمة، هي مخزن القيمة، store of value، جميل جدا. الذي حصل يا إخواني أن الأمر استمر على هذا إلى أن كانت الحرب العالمية الثانية. قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، يعني سنة 1944، اجتمع الحلفاء الذين أيقنوا بالنصر، عرفوا أن إيه الكفة إيه. وعلى فكرة أمريكا دخلت الحرب في آخر سنة، عشان نعرف الـUSA هذه دخلت الحرب في آخر سنة لكي تنقذ نفسها وتضاعف مرابحها ومكاسبها واقتصاداتها. وفي الحقيقة ورطت البشرية في ورطة يبدو أنها لن تخرج منها حتى تدفع أكلافاً أكثر مما تتخيل. ونحن الآن على فكرة الجيل الذي سيشهد هذه الورطة في ذروتها أو في قاعها، ما في كلام، الكل يجمع على هذا. نحن هذا الجيل، ما تستناش أنك إيه تغادر هذا الحياة بعد 10 و20 و30 سنة وأنت لم تشهد هذه الكارثة، لا، ستشهدها، ستشهدها. ونسأل الله اللطف، ونسأل الله ألا يكون، نسأل الله بطريقته بمني، هذا شيء آخر، لكن نتكلم الآن بحسب المعايير العلمية، حسب كلام المختصين. اجتمع أيها الإخوة الحلفاء الذين أيقنوا بالنصر 44 ممثلاً في فندق معين في ولاية نيو هامبشير في أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية. اجتمعوا أيها الإخوة واتفقوا في مكان طبعاً يعرف إيه؟ بريتون وودز. بريتون إيه؟ وودز مشهور، ولك اتفاقية إيه؟ بريتون وودز، هذه في نيو هامبشير الولايات المتحدة الأمريكية. اجتمع هؤلاء ممثلو الحلفاء واتفقوا اتفاقاً ممتازاً، اتفقوا على اتفاق عظيم. ما هو؟ ربط الدولار الذي سيصبح العملة إيه؟ العالمية الأولى. جميل، لا بأس، أمريكا قوية ورجحت إيه؟ كفة الحلفاء وهزمت اليابان طبعاً بجريمة كبرى، هيروشيما وناغازاكي لا إنسانية، على كل حال استعراض للقوة مخيف مرعب للآخرين بتاعت السوفيت. ولكن سيصبح الدولار العملة إيه؟ الأولى المعتمدة، سترتبط به كل العملات العالمية المعتبرة، لكن بشرط أن يرتبط الدولار، وهذا شرط بديهي جداً 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 لا يمكن أن يتجاوز. بماذا؟ بالذهب، يرتبط الدولار بالذهب، بحيث يكون كل 35 دولاراً تساوي أو تعادل أو تكافئ أونصة من الذهب، 1 أونص، يعني 1 أونص من الجولد أو الذهب الخالص كما يقال، عيار 21 وكذا. جميل جداً، ممتاز. وانفض السمع على هذا. طبعاً كان من التوالي أن نشأ صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي هذا علشان إيش؟ يقرض الدول المحتاجة بفوائد، هذا صحيح. والبنك الدولي عشان يعمل إعادة الإعمار، خاصة في أوروبا المهدمة، إعادة الإعمار. جميل، استمر الوضع على هذا. لاحظ هؤلاء الحلفاء بالذات بعد فترة أن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يبدو تنفق ببذخ، تتوسع في التسلح، انخرطت بعد ذلك في حرب فيتنام، كلفتها الكثير جدا جدا من الأموال. من أين تأتي هذه الأموال؟ لاحظوا بداية المصيبة أنها تتوسع في الطباعة، في طباعة إيش؟ الورق، الدولارات، بما يتجاوز موجوداتها من ماذا؟ من الذهب. مصيبة، مصيبة. لماذا مصيبة؟ طبعا مصيبة واضحة، لأنه إذا طبع الدولارات أكثر مما يغطيه الذهب الموجود المحتاج لديها، معنى ذلك أن كل دولار جديد سيضعف قيمة الدولار ماذا؟ السابق، وباستمرار. طيب يقول لك ما تضعف، إيش المشكلة؟ ما تضعف؟ أنت كم مرتبك؟ تقول أخذ مثلاً 2000 دولار، أتقاضى 2000 دولار. هذان 2000 بعد 3 سنين ستصبح قوتهما الشرائية، purchasing يعني power،
تصبح القوة الشرائية عن 1300 دولار، خسرت 700 أنت. وهكذا بعد 10 سنين حصير إيه؟ الألفان يمكن يزودوكم 2500، حصير قيمتهم ب 700. نحن نعيش هذا على فكرة، حتى هنا في أوروبا نفس الشيء نفس الوضع، بس هناك إيه طبعاً التأسيس للكارثة العالمية الكبرى. العالم كله يعيش هذه، هذا التضخم الإنفليشن. حنشوف إيش سر الإنفليشن وإيش التعريف الدقيق للإنفليشن. هتلاقي تعريفات كثيرة وحاولوا يعقدوها. التعريف البسيط للإنفليشن هو هذا يا أخواني، زيادة الإمدادات بالورق النقدي هذا. وعلى فكرة الآن غدا الدولار ليس مالا، انتبهوا. قبل سنوات حين كان ملتزما بالاتفاقية، حين كان مغطى بالذهب، كان ورق الدولار ماذا؟ كان مالا، ماني، ماني حقيقي. هذا بدليل أنك كنت تستطيع أن تأخذ ورقة الدولار هذه من أي فئة شئت وتذهب إلى البنك وتستعيض بماذا؟ بالذهب. بدي ذهب قيمة هذا، كل 35 دولار بسوي أونصة ذهب. والله صحيح أنا عندي 350، 10 أونصة تعطوني 286 جرام ذهب، يعطوك عادي. لازم، هاي معناها. هذا الفرق إذن إيه؟ بين المال، بين الماني، وبين ماذا؟ ما صار يدعى بالأوراق المالية، فيات، كرنسي، كرنسي، كرنسيز، ورق. هذا ورق، ورق فقط، مجرد ورق عنده هيبة هيك من غير إيه؟ حقيقة وأرقام. كل ورق مرقم على أساس يعني إيه، مش أي واحد يطبعها، إحنا اللي بنطبع. ومن اللي بيستفيد من هذا؟ وكيف تتم سرقة جهودنا إذن؟ أنا مش صحيح، أنا اشتغلت ب 2000 دولار، المفروض 2000 دولار بتساوي إيش؟ مثلاً 300 ساعة شغل. ليش الحين صارت قيمتها إيه؟ كأنها إيه؟ عن 400 ساعة. يعني شغل صار إيه قيمته؟ أقل. طب ما هو شغل شغل. في الحقيقة عملك، جهدك، إنتاجك لا تقل قيمته. قيمة الأشياء في حد ذاتها لا تزيد. قيمة الورق هذا هي التي إيه؟ تنقص. هذا الذي يحصل. هتقول لي هيك فهمت أنا صح؟ أنا جهدي، أنا عملت 300 ساعة شغل، نفس 300 ساعة قبل 10 سنين كنت بأخذ عليهم كذا كذا، ولا مش صحيح؟ وقوة شرائية معينة كان يوفرها لي هذا النقد، الآن لا، لا يوفر لي نصف هذه القوة. ما الذي يحصل؟ طب ما العمل هو نفس العمل. قال لك لا لا لا، العيب مش فيه، العيب ليس في المنتجات ولا في الخدمات ولا في الإبداع ولا في الجهد ولا في العرق، العيب في هذا الورق الذي إيه؟ صارت قيمته تنقص. لماذا تنقص؟ لأنه فك ارتباطه بالذهب. تقول هذه أكبر خديعة، أكبر سرقة. بالضبط هذه السرقة، سوف ترون بعد قليل كيف صارت هذه السرقة مقننة، يعني كما نقول نحن مشرعنة، legalized يعني theft، سرقة مشرعنة مقننة بالقانون، بقوة القانون اللي هو أصبح لعب أيضا خدوعة. كيف تم هذا؟ طبعا حلفاء هذه الدول وقادة هذا فرنسا وألمانيا وبريطانيا فهموا، عفوا ليس ألمانيا لم تكن حلفاء محتلة، فهموا أنه في لعبة معينة خاصة فرنسا. قالوا لا، ما الذي يحصل؟ فقام إيه؟ الزعيم الجنرال شارل ديغول وهاجم الدولار. قال في سرقة، في خديعة، ديسبشن كبير يتم علينا، لا يجوز. فرنسا بدأت تستعيض إيه؟ عن احتياطها من الدولار بماذا؟ بالذهب، هاتوا ذهب، هاتوا ذهب. طبعاً ارتفعت حمى الذهب، زاد الطلب على الذهب أضعافاً. زاد الطلب على إيه الذهب؟ أضعافاً. طبعاً عارفين إنه إيه؟ إن في محاولة اغتيال الجنرال ديغول كانت. بعد ذلك أثبت الوثائق أن الولايات المتحدة الأمريكية CIA كانت ضالعة في المؤامرة لاغتيال الرجل. أراد أن يكشف اللعبة، لعبة عالمية. حتدمروا العالم أنتوا، إيش اللي بصير؟ اغتيال لزعيم فرنسا ومحرر فرنسا. طبعاً إيه؟ فشلت العملية. في 68 أيها الإخوة عمت مظاهرات عارمة صاخبة فرنسا، أنحاء فرنسا، ثورة الطلاب، الثورة الثقافية. لحد الآن في إيه؟ علامات استفهام عن دخالة اليو اس اي في هذه الثورات الطلابية. طبعا اضطر ديغول أن يقدم استقالته، وخسر الرجل إيه منصبه محرر فرنسا، عشان يتعلم كيف يعترض على إيه؟ على الكبار، الكبار جدا جدا. لا تضع رأسك برأسنا، لست من مقامنا، إحنا بنعرف كيف نقدم إيه الخارجين من بيت الطاعة. شيء غريب كويس. طبعاً إيه؟ زادت إيه؟ كما قلنا إيه؟ الطلب على إيه؟ الذهب. اختلف إيه؟ السعر الآن. كيف اختلف طبعاً؟ لأن الدولار الآن كشف، صار كل 40 دولار أيها الإخوة بأونصة الذهب، مش 35، خمسة فقط راح. اتفقت إيه أمريكا مع بعض حلفائها وخاصة مع بريطانيا للأسف الشديد،
اتفقوا على إنشاء ما يعرف إيه بمجمع أو بول، يعني مجمع الذهب، سموه مجمع ذهب لندن، لندن جولد بول. ليش؟ هذا المجمع وظيفته سنة 1961 وظيفته تثبيت سعر الأونصة ب 35 دولار. عشان إيه؟ استبقاء ثقة الناس بالدولار. كل 35 بتسوي إيه؟ أونصة. لا 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 لا، إحنا لا نلعب عليكم. اشتغل هذا، نجح قليلا وبعد ذلك إيه؟ انتهى كل شيء. الناس فهمت برضو إيه؟ اللعبة للأسف الشديد. 1971 وتورط كما قلنا إيه أمريكا حتى الثمالة في فيتنام، وكلف هذا مليارات المليارات، خسائر فادحة جدا ولابد من الطباعة طبعا المستمرة. خرج الرئيس الأمريكي الراحل الأسبق نيكسون على العالم في التلفزيون وأعلن رسميا كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن فك ارتباط الدولار بالذهب مؤقتا. إلى اليوم هذا الأمر جاري، ما كانش مؤقت، غير صحيح. أراد أن يهدئ فقط إيه الشعوب والدول، إنه هذا فك مؤقت لاعتبارات معينة. فرنسا راحت تطلب إيه أيضا، أعطونا ذهب بدل احتياط الدولار، ما فيش ذهب. أمر الرئيس ذهب ما في خلاص. إيه يبقى عنده الدولار هذا فقد نصف قيمته مثلا، ربع القيمة، هو هذا بلطجة، بلطجة غريبة. حد يقول طيب ما دام كشفت العملية خلاص العالم كله بعد ذلك سيفك ارتباط عملاته بماذا؟ بالدولار. وتبقى أمريكا بعد ذلك إيه؟ تنكش شوكها بنفسها، تقلع شوكها بيديها حتى تنهار. للأسف في عقول جهنمية رهيبة تسمعوا جماعة إيه؟ يعني بيلد بيرك أو بيلدر بيرك، هذولا اللي اجتمعوا في السويد، هذولا كبار الساسة والاقتصاديين في الغرب خاصة من أمريكا. أول اجتماع كانوا تقريباً إيه يعني أكثر من 70 رجل، الآن بيجتمعوا عموماً 150. اجتماعات شديدة السرية، كان في نفس واحد أعتقد 2012 سالسبورغ، اجتماعات شديدة السرية. أول اجتماع لهم حوالي 50 واحد منهم، بيجتمعوا 3 أيام في السنة فقط. هذول حكام العالم الحقيقي، حكام العالم بدون اللعبة الكونية وشديدة السرية. اجتماعاتهم اتفقوا على ماذا؟ على خطوات عجيبة لم تكن مفهومة في البداية، هذا ما تسرب. اتفقوا على وجوب رفع سعر النفط، على وجوب سعر رفع سعر إيه النفط. في 73 نشبت إيه حرب رمضان المجيد، أكتوبر أقول لك ولا مش صحيح، بين مصر وإسرائيل، طبعا مصر وسوريا وإسرائيل. جميل جدا، قاطع إيه العرب الغرب بإمدادات إيه النفط، ما فيش إمدادات نفط، أزمة كبيرة وشعوبنا مصيبة. السلوشن أو الحل موجود، الجماعة حطاه. بعد ذلك يأتي الرئيس يتفق مع ملك السعودية الراحل فيصل رحمه الله، ومع أيضا إيه رؤساء وزعماء وقادة بقية دول أوبك، أوبك على إيش؟ على أنه لابد أن تقبلوا فقط بالدولار عملة للبترول المصدر، لا يباع البترول إلا إيه؟ إلا بالدولار. مقابل إيش؟ نحرس لكم إيه؟ هذا البترول الذهب الأسود، عندنا قوات، نعمل قواعد، نعمل كذا، ولا واحد بيقدر يهددكم، إحنا بنحرس. وإحنا رفعنا السعر كمان، ولا مش صحيح؟ سعر البترول هيو مرتفع، رفعوه 4 أضعاف ما كان سابقاً. طبعاً أسعار بعد ذلك أصبحت أكثر بكثير، لكن هذا كان إيه؟ أضعاف ما كان سابقاً. للأسف وافق هؤلاء، أكبر حيلة ذكية وشريرة في التاريخ العالمي. ما الذي حصل الآن؟ كل الدول الأخرى بدها إيه؟ بترول دولار، رغماً عنها الآن ستعود تعيد إيه؟ ارتباط عملاتها بماذا؟ بالدولار اللي هو مجرد إيش؟ كرنسي. معظم ويك في 71 على فكرة كانت موجودات الذهب في أمريكا خمس أيها الإخوة، خمس الدولار المعروض للتداول. الله أكبر، شيء مش معقول، خمس. فالآن أنت مضطر أن تشتري إيه؟ الدولار، وتدفع ثمن إيه؟ الدولار، تعب أولادك، تعب الشعب المواطنين، تدفعه لأمريكا، بتعطيك ورق. هي هذه قصة إيه؟ البترودولار. يقول لك البترودولار، هذه القصة اللعينة اللي بنعاني منها لليوم. وبعد هيك حتقول لي في ناس تمردوا، يعني صدام في 2000، في 2000 انت عارفين طب بعد الحصار الرهيب هذا من 91، قال لك خلاص انا حبيع ايه النفط تبعي باليورو، ظهرت عملة ايه اليورو، احبيع باليورو، اهلا وسهلا. 2003
تسقط العراق. هذا السبب الحقيقي. أسلحة الدمار كله كلام فارغ، كله لعب، هذا ضحك على الناس. هذا السبب الحقيقي لا غير مسموح، لأنه اليوم صدام، بكرة إيران، بعد السعودية تنتهي أمريكا برضو. لا ممنوع إلا بالدولار. لعبة البترو دولار. إيران قصته هذه، إيران تريد، كانت يعني وحصلت على موافقة مبدئية من بعض الأطراف أن تبيع نفطها بماذا؟ بغير الدولار. قصة كبيرة، هذا النزاع الحقيقي. وموضوع النووي السلمي هذا كله شيء ظاهري، هذا النزاع الحقيقي هو هذا، الدولار، قوة الدولار، استبقاء هيمنة واستعباد الدولار للعالم وحكومات وشعوب وأتحام البشر، شيء مقلق ومحير وعجيب. طب القذافي كمان، حتى القذافي هذا المجنون اللي كان عنده بعض العقل في بعض المسائل بلا شك، ربما لم نكن نعرف هذا. القذافي كان يدور على أكثر من دولة أفريقية، رغم صحيح، ويعطي مئات الملايين ويعطي مليارات. ليش طيب؟ مش لأنه أهبل، لا، كان يريد أن يخلق اتحاداً من أكبر عدد من هذه الدول لكي يتعاملوا بماذا؟ بعملة جديدة ذهبية، أوراق لا، كرنسز نو مور، فقط ذهب. كان هذا حيعدل الميزان، حيدمر برضو الدولار لو نجحت الخطة، لو نجحت الخطة. الآن للأسف الوقت بدأ يتضيق في الجزء الأكثر عبثية وسريالية، ولولا أن مسؤولين أيها الإخوة حكوميين سابقين وفي مؤسسات اقتصادية كبرى أيها الإخوة، ولولا أنه في خبراء اقتصاديين عالميين أكدوا هذا، ما صدقت. لكن هذه الحقيقة، هذه الحقيقة، وهو أكبر صدمة أيها الإخوة ستسمعونها. ما هي؟ من الذي يطبع في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدولارات الورقية هذه الغير مغطاة؟ المفروض وزارة الخزينة، تريجري، المفروض البنك المركزي. لا، في فرق، انتبه، متخربطش. في البنك المركزي وفي التريجري، وزارة الخزينة. وزارة الخزينة حكومية، صح، هذه مدونة يا حرام، مدونة، دمرت نفسها ودمرت شعبها. مدونة لمين؟ لا، بنك الاحتياطي الفيدرالي. البنك الاحتياطي الفيدرالي، فيدرال ريزيرف بنك. طيب هذا فيدرال؟ لا، هذا برايفت، هذا بنك، هذا بنك شخصي، ليس حكوميا، ليس حكوميا، هذا ليس حكوميا، بنك تملكه جهات معينة، بالأحرى أشخاص معينون. هذا الذي كان يخاف منه واشنطن وتوماس جيفرسون، وهذا الذي شرعه للأسف الشديد أول وزير مالية أو وزير خزانة أمريكي هاملتون، للأسف الشديد. 20 سنة أفشل البنك، ثم جاء أندرو جاكسون الرئيس الحكيم أيضا المخلص لشعبه وأمته جاكسون، وكان ضد البنك أيضا، اغتالوا ولم تنجح محاولة ضرب بالرصاص، لم تنجح محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون، وظل وراهم حتى حطم البنك وهو على فراش الموت. سألوه وآخر كلمة قالها ثم أسلم الروح. ما هو أرجى شيء وأفضل شيء صنعته وأنجزته في حياتك؟ قال لقد قضيت على البنك. أي كيلد ذا بنك، قتلت البنك. قضائي على البنك هو أحسن شيء سويته الأمريكا، وكان فاهم، ولكنهم لم يستسلموا. 1910 يجتمع عشرة أشخاص من كبار أصحاب الرساميل بأسماء مستعارة، الناس عرفوا منهم جي بي مورغان في عزبته في جورجيا، اجتمعوا 10، وحتى مورغان نفسه كان عنده اسم مستعار، كلهم بأسماء مستعارة، وقالوا لا، لابد أن نعيد قصة البنك، وحطوا مخططا جهنميا، وقالوا هذا البنك لابد ان نعطيه اسما نفهم به الشعب الجاهل الاجنورت اللي مش فاهم حاجه لليوم للاسف الشديد، لهم ولا شعوب العالم، انه هذا بنك للدوله، بنك الحكومه، سميه فيدرال. فيدرال يعني اتحادي، فيدرال ريزيرف، الاحتياطي الاتحادي، بنك الاحتياطي الاتحادي، وببلعوا الطعم. وهكذا كان. ليش؟ عندهم عميل في الرئاسه هينتخب بعد 3 سنين 1913 ويصبح رئيسا، وودرو ويلسون. هذا وقع على المشروع الخطير المخيف قبل ان يصبح رئيسا، حين انتخب الرئاسه وقع معه. الله اعلم ايش اعطوه، كيف اغروه، المهم هو قصه داخل في الاخر في العمليه الاخطبوطيه هذه. طب وقع على ماذا؟ وقع على غطاء على فرض ضرائب على الدخل، ضرائب على الدخول، الانكم يعني، انكم تاكس، ضريبه الدخل. ما كانش قبلها في ضريبه الدخل في امريكا، تخيلوا، تشتغل تستثمر إليك، ما في ضريبة دخل. الآن لأول مرة ضريبة دخل. هتقول لي طبيعي طبعا، ضريبة دخل تذهب إلى المستشفيات، إلى المدارس، إلى البنى التحتية، إلى الناس هذه.
والناس المحتاجين والغلابة. لا، الشعب الأمريكي إلى يقعد يقول لي آه كيف هالشعب هالأمة العظيمة اللي عندها مئات المليارات يعني بتنفق هذه قبل بضع سنين 475 مليار على التسلح، أكثر مما ينفق العالم كله. حصل شيء زي هذا في التاريخ؟ أكثر مما هتقول لي طبعا لأنه في أوراق تطبع. لسه ما فهمناش إحنا السر الصادم إلا جميعا، ما فهمناش السر الصادم جميعا. إيش اللي بصير؟ البصير كالتالي، يأتيك السياسي يقول انتخبوني وأنا سأرفهكم، سأنفق عليكم، أنا سأعطي. ينتخبه الناس، هذا أهم شيء، أهم بند في الإيه؟ في الانتخاب، يعني في البرنامج الانتخابي، أنني سأنفق، ستعيشون في بحبوحة، في رغد من العيش. فالناس تنتخب ويأتي هذا ينفق. في الحقيقة ليس عنده ما ينفق، عنده عجز، هو عنده إيه؟ عجز. هذا عجز الإنفاق، هذا عجز الإنفاق، deficit up سموه spending، عجز الإنفاق. ماذا تفعل الحكومة الأمريكية عاد من عشرات السنين؟ عشان لما تسمع أنت إيه تقول لي الدين الوطني في أمريكا أكثر من الدخل القومي السنوي، تفهمش ليش؟ طيب يعني الدخل عساس إيه 12 تريليون والدين قديش؟ 14 16 17، أكثر. مصيبة، هذا سبب الانهيار الذي سيحصل حتما في يوم من الأيام. ليش؟ إيش القضية؟ القضية أنه بسبب العجز إيه في الإنفاق أيها الإخوة، الحكومة تقوم بهذه الحيلة كما قلت معقدة لكن بسيطة، إذا فككت ليست معقدة، هم عقدوها، الناس لا تفهم. تصدر سندات، سندات بونز بسموها، ومن المفارقات العجيبة أن الباند هذا السند في الأصل مأخوذ إيه؟ امباندج، معناها العبودية بالتراضي، تعطي إيه؟ رقبتك بالتراضي. وفعلا عبودية، عبودية حقيقية، يستعبد الشعب وأجيال أخرى لم تأتي لا يعلمها إلا الله، وآخرين إيه؟ يعني منهم لما إيه؟ يلحقوا بهم عبيد، يصبحون عبيدا حقيقيا. طيب تصدر سندات، سندات ماذا هي؟ سندات بدين، طلب دين، قروض هي، تقول أقرضوني كذا وكذا وأنا سأرد إليكم في ظرف مثلا 5 سنين أو 10 سنين المبلغ زائد ماذا؟ الفوائد زائد. وتطرح هذه السندات في السوق، يعني مزاد، تعمل مزاد وكزيون، تطرح الحكومة الأمريكية. تخيل هذه شغل الحكومة، تدبير هذا أو تدمير، تطرحها في السوق، تأتي المؤسسات المالية، تأتي الأبناك أو البنوك، وتأتي حتى إيه؟ الدول الأخرى، الصين والهند وأي دول بدها مزاد. مين إيه يشتري؟ مين إيه يعطي ويأخذ بعدين إيه بفوائد؟ ماذا هو قرض؟ يعني دولة تقترض مثل ما يقترض أي واحد فينا. جميل، في العادة تفوز البنوك الكبيرة، بنوك إيه؟ الأخطبوطات هذه الكبيرة، تشتري هذه السندات، لا تحتفظ بها، بدورها تقوم هذه البنوك الكبيرة التي اشترت إيه سندات لتريجري. شو تريجري؟ وزارة الخزانة. مين بيصدر هذه السندات؟ وزارة إيه؟ الخزينة أو الخزانة الأمريكية، يعني وزارة المالية الأمريكية. واضح؟ الغلبانة ما لهاش حيلة هذه، بتصدر سندات تشتريها البنوك. الآن البنوك تذهب بها إيش؟ إلى الاحتياط الفيدرالي، فيدرال ريزيرف بانك، بتقول له إيه؟ بدي أبيع وبفوائد أستفيد. بقول له ماشي الحال. طب هذا بنك الاحتياطي، انتبهوا، تذكروا دائما هذا بنك شخصي في الأصل لهؤلاء العشرة المجهولين، نعرف منهم إيه؟ جي بي مورغان، ومين التانيين؟ والله على الحين كم واحد صاروا، بس هم ضلهم إيه؟ فئات قليلة جدا جدا، هذول لاحطين العالم، لاحطين أمريكا والعالم. هذا بنك شخصي، احفظوا هذا، بنك خاص، وهذا البنك المركزي الأمريكي لأشخاص يملكه أشخاص، لا تملكه إيه؟ الحكومة. وعلى فكرة وممنوع، ما بتقدرش حتى المحكمة العليا سبريم كورت تروح تفتش عليه، تقدر ممنوع، ما لهاش علاقة بيه، ولا السي اي اي ولا المباحث الفدرالية ولا العسكري، ممنوع، حصانة مطلقة عنده، ما عندوش موجودات ولا أموال، أموال بأخذها إيه؟ المستفيد، وبيعيشوا فيها طبعا، بيشتروا جزر وطائرات خاصة وأشياء، شغلات رهيبة. ما في عنده، إيش بيعملهم؟ بيشتري هذه السندات تحت الخزانة الأمريكية من البنك المتوسط، وسيط هذا، الحين صار وسيط هو. بيشتريها وبعطيهم شيكات. طب الشيكات هذه على المكشوف ولا في برضو إيه؟ رصيد. فالحقيقة ما في عندهم رصيد. بس إيش اللي بيصير الآن؟ هنا عاد انتبهوا، هنا تحدث عملية خطيرة جدا، سوريالية من لا تصدق، لكن هذا ما يحدث باستمرار للأسف الشديد وعلى الدوام، وتسميها
الإدارة الأمريكية أساس المال، هذا الفاونديشن تبع المال أساس، أكبر أكذوبة. يتم هنا إيش؟ خلق المال من عدم، من لا شيء، بطباعة ماذا؟ الأوراق. من الذي يعطي أمراً لدار الصك؟ US Mint اسمها، US Mint، هذه دار الصك العملات في أمريكا. مين اللي بعطيها الأمر؟ اطبعي عملات، اطبعي لنا أي مثلاً 500 مليون. الـ FR هذا Federal Reserve Bank، بنك الاحتياطي، البنك الخاص، بقول لدار الصك اطبعي لنا 500 مليار، يلا هيا بدي في ظرف أسبوع يكون عندنا أي 500 مليار، بدنا نعطي البنوك. وبعدين برجع الايه الاف ار هذا بنك الاحتياط على مين؟ على الخزانه الامريكيه، بقول عندي سنداتك هاتي مع الفوائد. جميل، الخزانه الامريكيه كيف حتسدد بنك الاحتياطي الديون تبعتها اللي اصدرتها بالصكات هذه؟ شوفنا قصتها مع الفوائد، عاد فوائد مركبه مرهقه جدا جدا، احيانا تضعف الدين اكثر من مره. كيف بسددوها؟ عرفوا القصه، الضرائب تاكسس، ادفعوا ضرائب، ادفع 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 ادفع. هتقول لي يعني بشكل عام ضرائبنا احنا كشعب ما بتروحش إلنا، معظمها لا يذهب لنا، بيذهب لمين؟ لبنك الاحتياط الفدرالي. بخذوهم. الله 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 الله، ايش القصه هذه؟ ايش المصيبه هذه؟ هذا ما يحدث بكل بساطه، بكل. ولذلك امريكا فيها من سنوات طويله زهاء 40 مليونا فقراء، لا لقين يأكلوا ولا يلبسوا ولا وين يباتوا، مساكين هومليس. 40 مليون، 40 مليون في أقوى قوة اقتصادية أساس في العالم وأقوى قوة إمبراطورية في العالم، 40 مليون فقراء معدمون، لأن الضرائب لا تذهب إليهم، لا تذهب إليهم. هذا أساس القصة، أساس اللعب كله. لكن متى سيستمر؟ إلى متى سيستمر هذا يا إخواني؟ هذا القصة الآن، إلى متى سيستمر هذا؟ تسمعون أحيانا في الأخبار أشياء لا تفهم، يقول لك ايه في نقاش حاد، واحتد النقاش في الكونغرس تحت قبة الكونغرس عن ايه؟ عن موضوع سقف الدين، debt ceiling. يقول لك ايه سقف الدين؟ انه ايه ايه سقف الدين؟ في نهاية المطاف النظام نفسه مصمم لكي تزداد القروض وتزداد الفوائد، تزداد القروض وتزداد الفوائد باستمرار. طب لو حدث توقف في لحظة معينة، ان على فكرة الان فهمتم ما هو الانفليشن، اذن التضخم، التضخم بعبارة واحدة مجرد زيادة في ضخ الأوراق النقدية، هذه سبلاي تبعها، الإمداد، يعني يسموه إمداد العملات، currency supply، زيد increase، زيد يصير تضخم فقط. مين بدفع الضريبة المسكين؟ مين بدفع كذا؟ أنت وأنا، جهودنا بتروح في الهواء، معظمها بتروح في الهواء. من المستفيد؟ المستفيد هؤلاء فقط الذين يملكون طبعا في عنا موضوع البنوك بعدين، عاد حتى البنوك نفسها عاد وكيف تلعب، هذه قصه ثانيه ربما مشابهه جدا جدا يا اخوان، نفس الشيء تقريبا، لكن للاسف الوقت اصبح ضيقا. هذه الحقيقه، يقول الخبراء والمختصون كلهم الان يحذرون انه هذا النظام الان على وشك ان ينهار في لحظه معينه، بتوقف الانفليشن. يعني امريكا بقول لك سقف الدين، الى متى حتبقى الحكومه تستدين؟ بقول لك دين وطني، بسمع بقولك دين من الشعب كله، يعني أبداً هو دين من الاحتياطي الفدرالي الذي يملكه أشخاص معدودون، أشخاص محددون، الناس يجهلون هوياتهم، مش معروفون من هم الآن، أحفاد أولئك طبعاً وأحفاد أحفادهم، لكن من هم لا أحد يدري، بظلهم محدودين جداً جداً جداً. قال لك هذا السقف إلى متى؟ هل ممكن نرفع زيادة ولا خلاص طب وقف؟ لأنه إلى متى تبقى الحكومة تستدين تستدين؟ مش معقول ديونها الآن أكثر من ماذا؟ من الدخل القوم السنوي، كارثة كبيرة هذه. في الحقيقة حيتوقف في يوم من الأيام، إذا توقفت الحكومة عن عن الاقتراض، حيصير ماذا؟ يتوقف الإمداد بماذا؟ بالأوراق، يعني طباعة الأوراق هذه الفارغة حيتوقف، ولا مش صحيح؟ طيب إذا توقف إيش حيصير؟ الناس برضو حتبطل تقترض. الآن على فكرة حتقول لي كيف في إقراض في أمريكا وتقريبا سعر الفائدة أحيانا بصل صفر؟ طبعا من لا شيء، وبعدين بيستعبدوكم وبأخذوا جهودك وبأخذوا بيتك وسيارتك وعرقك ودعبك كله بالفوائد المركبة هذه، بعطوك سعر فائدة صفر تقريبا أحيانا، سعر فائدة صفر لأنه مش مال حقيقي، لكن جهدك حقيقي وبروع عليك وبروع أولادك، واضح؟ فإذا توقف هذا الناس حتوقف عن ماذا؟ عن الاقتراض. إذا توقفنا عن الاقتراض، أنت عارف كل دولار كل جنيه أنت بتقترضه هتنفقه، إذا أنفقته حيكسب واحد ثاني، وهكذا بصير في ماذا؟ في حركة، في نوع من الحركة.
كل هذا حيبدا ايش عاد يتوقف شيئا فشيئا. دخلنا في طور بسموه ايش ديفليشن، عكس الايه الانفليشن اسمه الانكماش. انفليشن ديفليشن، دخلنا في الديفليشن. ايش الديفليشن؟ باختصار ايضا يصبح الحجم الاجمالي للطلب اقل من الحجم الاجمالي ماذا للعرض، ولا مش صحيح؟ الان العمله تصبح ماذا شحيحه، ترتفع ماذا قيمتها، بتنزل ايش الاجور والمرتبات، هذا ديفليشن ولا مش صحيح؟ دخلنا في ورطه اخرى، دخلنا في ورطه ايه اخرى. الان ايها الاخوه ممكن يجتمع عندك الانفليشن مع الركود في البدايه. ليش؟ طيب لانه اذا قيمه ايه العمله اصبحت ايه ضعيفه، قدرته الشرائيه ضعيفه، يصعب ماذا كسب المال، جني المال، لانه انا مرتب 1500 يورو ولا مش صحيح؟ قبل 10 سنين كنت بقدر اشتري فيه 10 اشياء، الان بشتري ايش 6 اشياء. الان ساقتصد في ماذا؟ في الشراء ولا مش صحيح؟ بصير اذا ايش الكسب يكسب بعضه من بعض، الشراء كذا، الحركه، التداول الى اخره، او بسموه الترانز اكشن او اكشنز، يعني المعاملات هذه تقل 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 لما نيجي ايش كما قلنا ايه نضطر نيجي على الديفليشن، اذا وقفت الحكومه الاقتراض، او وهو الأسوأ يقولون تعلن افلاسها، تعلن افلاسها. طبعا اذا وقفت ايش حصير؟ اذا وقفت الحكومه وقفت الاقتراض، هل البنك الفيدرالي حيوقف ايه طلب استحقاقاته؟ لا، هاتي للخزينه هاتي. وهل حتوقف البنوك اللي انت استدنت منها ثمن بيتك وسيارتك واكلك وطعامك وشرابك ولباسك، هتوقف برضو ايه طلب بايه بديونها؟ ابدا، هات هات هات، ولا مش صحيح؟ طيب الان بصير كل الجهود كل التعب تبع الحكومه وتبع الشعب فقط يذهب لماذا؟ لتمويه الدين، وفي الاخير ايه ينتهي المال هذا كله، يبقى ماذا؟ دين كثير، ما فيش ايه كيف نسدده، يحصل ماذا؟ الكولابس، الانهيار. اذا انهار الدولار، انتبهوا عاد، وهي طريقه انهياريه. اذا انهار الدولار تنهار كل العملات العالميه تقريبا، لانها مرتبطه به، ولا مش صحيح؟ يقول لك الجنيه المصري وكذا كذا، وعندنا احتياطي العمله الصعبه. شو العمله الصعبه؟ الدولار بالذات الاحتياطي، حيصير هذا قيمته ولا شيء، هذا انهار ولا مش صحيح؟ الحكومه الامريكيه لم تعد تقدر تسدد، المصريه لا تسدد ايضا، انا لا اسدد، البنك، المؤسسه، الشركه لا تسدد. انهيار رهيب على جميع المستويات، في الشركات، في الوظائف، في كل شيء، ما عاد حدا يستطيع ان يسدد، ولا حدا حتى ربما يعطي. يحدث انهيار يقولون لن تكون له سابقه في تاريخ الدنيا، الكل سيعاني، الكل حيصير عريان وجوعان وعطشان. You